بالمناسبة دي، هل دلوقتي الزمالك أصبح عايز عدد كبير من اللعيبة ولا عدد قليل؟ لا قليل قليل. مراكز إيه؟ حارس مرمى، سيرد باك. أنا مش عارف المسلوسي قاعد ولا، بس أنا عايز يقعد. في الفترة الأخيرة كان ممتاز. اتنين في نص الملعب، فرودين أو فرود لو سيف قاعد، وينجين بس، يعني حوالي ستة أو سبعة غير كتير. أول ما كان 12 أو 13.